نعود إلى الملعب وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، حيث يتقدم ريال مدريد في النتيجة حتى الآن. كرة هدف لكازيت الآن. كومباني ممتاز في التدخل في الوقت المناسب. فرصة خطيرة مع لكازيت. أوهو، وكرة في المرمى، وريال مدريد ينجح في زيادة الفارق إلى هدفين. والآن نشوف الهدف من جديد. شاهد الإنهاء الرائع، ثبات رائع الحقيقة. كم في ضغط كبير، لكن بهدوء وبدون فقدان للتوازن دخلت الكرة إلى الشباك. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. بيتر كراوتش، كرة بتتخلص من روديجر. الكرة خارج الملعب وبالتالي ركلة مرمى. كينغ، اعتراض هنا ينجح في هذه اللحظات. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. ويسلي شنايدر، ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. رافائيل ماركيز، تشافي سيمونز، كرة هدف لكازيت الآن. وفي المرة الثانية يأتي الهدف. الحارس أدى ما عليه، لكن الدفاع كان غائباً. نشوف الهدف مرة أخرى. في البداية الحارس قام بالتصدي بشكل ممتاز، لكن المتابعة كانت موجودة. لا يلام الحارس بالتأكيد على هذا الهدف، لأن بذل أقصى ما لديه وحاول أن يمنع الكرة من دخول المرمى. يعود اللقاء من جديد بعد أن وسع ريال مدريد الفارق مرة أخرى هنا. الكرة على الطريق جايو كوتشا، تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. ويسلي شنايدر، الكرة متاحة للتسجيل. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. تمركز سيساعد كثيرا في استخلاص الكرة. جواو كاسيلو، الآن مع لاكازيت، تصل إلى لاكازيت، والآن مع شنايدر، بتروح هل يسجلها الآن؟ رودي فولر، ريال مدريد يستعيد الكرة. تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن خلص ويبعد الخطورة من مناطق قريبة. حكم يضيف دقيقتين إلى عمر هذه المباراة. محمد صلاح، كومباني تنطلق صافرة نهاية المباراة معنية فوز ريال مدريد.